مكثت في البحرين 4 3 سنين، اسعد ايام عمري في البحرين. نعم. وما زلت بقول وما زلت بأشكر البحرين ملك وحكومة وشعبا، وما زلت بشكر قطر امير وحكومة وشعبا على الاستضافة. يعني انا بلدي لفظتني والناس نعم. دي استقبلتني، جزاهم الله كل خير. لكن اللي حصل بعد، يعني انا كنت عارف ان انا موقفي حساس جدا جدا في البحرين، فحتى جيت الفترة الاخيرة بعد ما العلمانيين هاجوا عليا وناس كتير كارهين للإسلام هاجوا عليا في البحرين، وإيه وجد غنيم وجد غنيم الغنيميات الغنيميات إيه ده في التلفزيون في الإذاعة في المدارس، أنا درجة المدارس الابتدائي أخي، أنا عندي فايل قد كده شهادات تقدير من البحرين، اللهم لك الحمد، هذا شيء أنا بفخر به. حتى المدارس الابتدائي كنت بروح والله، ما سبت، شوف مجلس مدرسة كلية معهد إذاعة تلفزيون مفيش، يعني كل شيء كنت بعتبر وما زلت بعتبر أن البحرين دي كان بلدي الأول والله مش التاني. فالحمد لله أخلصت فيها لله سبحانه وتعالى، وأنا مش نادم والله أبدا يعني. لغاية ما حصل بقى الموضوع الأخير ده، فوجئت أن الناس في الكويت، مش هذكر أسماء لأن أنا كاتبها عن موقع عندي، بتوع اتجاه سلفي شعبي، وبيقول لك معنا شريط من تجمع الإسلامي السلفي، السلف الشعبي معنا شريط من 17 سنة أنت قلته وبتشتم فيه. أنا أقسم بالله أنا الشريط أنا ما سمعتوش حتى الآن، الحاجة الغريبة يعني، بس واحد سمعه وقال كلام، انا مش عايز اكرر والله لان في اساءه للناس ماتت. نعم يعني نحن لا نريد ان نكرر كثيرا، ولكن كده. يعني ربما لي اول مره انت على فضائيه تؤكد هذه المسائل، لان انا استمعت لتصريح لك في نهايه العام السنه الماضيه في شهر نوفمبر تحديدا، تذكر 3 أسماء انت ذكرتهم بالاسم بالزبط. اللي هم احمد باقر علي العمير وليد الطبطبائي بالضبط، وقلت بانهم وراء كل هذه البلاوي بالضبط. هل لك ان توضح المشكله اولا وما دخل هؤلاء هم دول أخي الحبيب أصحاب اتجاه اسمه الاتجاه السلفي الشعبي. نعم. بس أنا والله الإخوة السلفية في الكويت اتصلوا بي قالوا لي أخ وجدي والله إحنا السلفية إحنا ما لنا دخل في اللي حصل لك ده، دول منشقين عننا. نعم. ودول لهم اتجاه خاص. حتى سلفية البحرين برضو قالوا نفس الكلام لأنهم أعزهم جدا يعني. هم دول بقى حاولوا أنهم يسقطوا وزير الأوقاف، ده أصل القصة يعني. نعم. فكانوا مقدمين استجوابات لإسقاطه، من نعم. ضمن الاستجوابات إن هو استدعى داعية إسلامي بين قوسين واو غين، وواو غين ده سب الكويت وسب شعب الكويت وقال على شعب الكويت إنه شعب لوطي والعياذ بالله، وسب أمير الكويت وأمير الكويت يعني يستفرد بنصف ثروة، هم بيقولوا أنا قلت هذا الكلام، لا أنا قلت إن هو كان يعني إزاي يسيب البلد ويمشي وكان مفروض يقف ويدافع عن بلده، إزاي صدام يخش بساعتين يعني زمن. أنت ذكرت هذا الكلام، أنا ذكرته بس ما قلتش، أنا ما سمعتش الشريط والله ما سمعته، أنا لسه الناس اللي بتقول لي بقول كلام اللي قلت إغنام، ولكن تتذكر ماذا تقول؟ لا والله 17 سنة يا أخي 17 سنة أنا فاكر، يعني أنت لم تقل أن الشعب الكويتي هو شعب، لا والله أقسم بالله ما قلت هذا الكلام، ولكن مسألة أنا قلت أن في مظاهرة طلعت في الكويت بتطالب بالشذوذ الجنسي، إن كان اللي بلغني غلط أنا آسف. طب ما احنا عندنا في مصر شارع الهرم، طب ما في بلاد فيها شوارع منيلة، هل معنى كده أن شارع الهرم يبقى كل ليس كل الشعب قضية كده؟ لا لا، أصل هم علي العمير بالذات عمل العموميات، قال بيقول ان شعب الكويت شعب لوطي، ده انا هحاسبه قدام ربنا. نعم. وقال ان انا اسأت لشعب الكويت وسب شعب الكويت ولعن لا انا لما قلت ان هم عايزين يمنعوني من دخول الكويت قلت حدوا عليكم، وانت قلت انه امير الكويت غادر البلد، قلت دي هو فعلا غادر البلد اليس كذلك؟ معلش يعني انا مش عايز اتكلم فيه الله يرحمه. نعم. خلاص يعني هو افضل الى ما قدم. نعم. فعشان الكلام عن الاموات انا قلت الكلام ده بفهمنيش، فقط نصل الى الحقيقه يعني، كنت انت ربما اتيت بمغالطات هذا هو القصد يعني. لا لو خليك معي، افرض قلت مغالطات، هفترض انا احب افترض الاسوء دايما. نعم. انا قلت مغالطات خلاص وغلطت يا سيدي، اللي بيغلط بيعمل ايه؟ بيعتذر. نعم. طيب انا قلت بيان الى شعب الكويت، والله يا شعب الكويت احبكم في الله وانتوا اخواني وكذا وكذا والكلام ده على موقعي ونشرته من زمان. نعم. وان كنت وان بدر مني ما يستوجب الاعتذار لان ما سمعتش الشريط. نعم. فانا بعتذر وبشده. طيب في ايه يا اخي اكتر من كده؟ قال لك لم يعتذر. نعم. هذا المغرور الغبي، حد يقول على داعي اسلامي وتقول لي دعوه سلفيه؟ حد يقول على اخ له في الله انا بسن ابوهم ولا بسن اخوهم الكبير يقولوا علي مغرور وغبي؟ طب ليه؟ وتوعد شعب الكويت، انا توعدتكم انتوا، قلت حد عليكم انتوا لان هم بيقولوا احنا هنمنعه، هو بيقولوا احنا كتبنا واو غين ما قلناش وجد غنيم. طب خلاص جميل، والراجل خلاص اسقطوه. ليه بتقدموا طلب لوزاره الاوقاف في الكويت بمنع وجد غنيم؟ قلت لهم ليه؟ انا داعي الى الله، انا داعي الى الله، ده انا اخوكم في الله، يعني انتوا لو بتعاملوني كاخ ليكم في الله من الاول خالص، الشريط وعد ما طعم وقع الشريط في ايديكم، اموخذه مش فرصه، تعالى يا اخ وجدي انت الشريط ده الاول بتاعك،
هذا هو ما أردت أن أسألك عنه يعني فقط للتوضيح لمن يتابعنا الآن لربما لأن الأمور اختلطت يعني قليلا. أنت المشكلة في البحرين ولكن الكويت هي اليد الطولة في هذه المسألة كما تريد أن تقول يعني. هو في واحد هؤلاء الأعضاء في التجمع السلفي الإسلامي طلبوا من الكويت من الخارجية لا أدري من أي مؤسسة أن تتدخل لدى البحرين ليطلبوا منك المغادرة، هذا ما جرى أو على الأقل ما نفهمه من هذا الموضوع يعني. هو في حاجات ستظهر أمام الله لأن في حاجات معينة مش عايز أقولها ومش عايز أقول أسماء ومواقف، لكن تحركت الكويت إلى ملك البحرين نعم وفهموه غلط، قالوا له ده وجدي كان امبارح في الكويت نعم. وسب وشكويت وشعب الكويت وعمل وعمل، ما قالوش ان ده شريط من 17 سنة. نعم هذا فقط للتذكير نعم الشريط يعود الى 17 سنة والله نعم. ما سمعته، وحتى بقول لو بدر مني فيه ما يثبت يعني ما يسيء الى الاخوة الكويتين يا اخي ده في ناس كانوا موافقين على دخول صدام على الكويت ومؤيدين غزو الكويت وعفت عنهم الحكومة الكويتية وعفى عنهم الشعب الكويتي، وادي موقف رائع بثبته للكويت جزاهم الله خير مع اخواننا في غزة. هي وقفت على وجدي غنم. سنواصل حوار شيخ وجدي ولكن بعد الفاصل اسمح لي. اذا مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود لمتابعة الجزء الثاني من لقاء في لندن، نرجو ان تبقوا معنا.